أيها السادة، أجرت كلية علي الصباح العسكرية اليوم المشروع النهائي الخارجي جند الوطن 3 لدفعة الطلبة الضباط 46 بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، وقد تم استعراض ما تم إعداده من أمور إدارية وتنظيمية لهذا التمرين. وقد حث رئيس الأركان العامة للجيش الطلبة الضباط على بذل المزيد من الجهد والعطاء في طلب العلم والمثابرة في العمل والتدريب لتحقيق الهدف المرجو بالدفاع عن الوطن.